الله أكبر الله أكبر. إن من الواجب على الدولة مساندة طالب العلم وأن يقوموا على حاجياته وتوفير كل متطلباته من رسوم دراسية وسكن وتنقلات، بل ليس مبالغة توفير متطلباتهم هم وأسرهم. فطالب العلم حاجته إلى الكتب أشد حاجة من الطعام والشراب. إننا نفقد طلابنا بالجامعات طالبا تلو الطالب، خرجوا للبحث عن لقمة العيش حتى يستطيعون الحياة، وذلك بسبب حرمانهم من مستحقاتهم. هؤلاء الطلاب وهم رجال، فكيف ببناتنا من الطالبات؟ ماذا تصنع الطالبة في بلد الغربة؟ لمن تذهب؟ من تطلب؟ ودولتاه. إن طلابنا يعيشون واقعا يبكي له القلب دما، ووصل بالبعض يبيع حاجاته الخاصة لكي يشتري له الكتب والمراجع الدراسية. فمن أين يتعلم؟ ومن أين يشتري الكتب اللازمة لتعلمه؟ وماذا يفعل ونحن خرجنا في هذا المكان وفي طلب العلم حتى نعود أعلاما تنهض به دولتنا ومجتمعنا وأمتنا؟ فالله الله أيها الأحباب، بالصبر والثبات والمداومة على مطالبة الحقوق. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الثاني لتصعيد الاعتصام المفتوح لطلاب اليمن في ماليزيا. نظرا للوعود السرابية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي لا تحفظ كرامة الطالب المبتعث من قبل الجهات المسؤولة واللجنة الرئاسية المكلفة، وعدم تجاوبها بأي قرارات مسؤولة وعليه، قرر الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا واللجنة المنظمة للاعتصام تصعيد هذا الاعتصام ونقله من مقره في الملحقية الثقافية إلى مبنى السفارة اليمنية في العاصمة كوالالمبور ابتداء من يومنا هذا الساعة 3:00 عصرا كخطوة ثانية قابلة للتصعيد مجددا. وبهذا نؤكد أننا هنا سنفترش الأرض ونلتحف السماء متمسكون بمطالبنا، لن نحيد عنها حتى نراها واقعا ملموسا نعيشه دون انتقاص، ونعيد توكيدها مجددا حتى تسمع الصم من الآذان، وهي كالتالي: أولا، صرف مستحقات الربع الثالث المتأخرة بشكل استثنائي عن جميع دول العالم لأكثر من نصف عام. 2، صرف مستحقات الربع الرابع. 3، إرسال الرسوم الدراسية للعام الحالي. 4، صرف تذاكر الخريجين. 5، الرفض التام والقاطع لجميع القرارات التعسفية بحق الطلاب الموقوفين والمنزلين عشوائيا. ونحن هنا كطلاب ننوه أننا حريصون على المطالبة بحقوقنا بما يكفله لنا القانون، وبصورة حضارية تعكس النموذج ونضوج العقلية اليمنية الأكاديمية في الخارج، وأن مطالبنا الحقوقية هي أمل الوطن الوحيد بمستقبل مشرق تصنعها هذه العقول الطموحة. فنحن هنا في الغربة، يد تبني بالعلم وأخرى تبني بالكفاح. والله ولي الهداية والتوفيق. نصادر عن الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا، اللجنة المنظمة للاعتصام، الجمعة 2 ديسمبر 2016. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية الجمعة مباركة للجميع، وحيا ويا سهلا ومرحبا بكم. زي ما أكرر كل مرة، هذه السفارة هي بيت كل يمني، ليست ملك لا لسفير ولا لطاقم دبلوماسي، وإنما هي ملك لكل من يمتلك جواز يمني، لكل من يحمل الهوية اليمنية. هذا بيته وهذا مكانه، الذي انضاقت عليه الأرض فهو يتسع له جميعا إن شاء الله. مجلس الوزراء كمل انعقاده، وفي قرارات خرجت، ومن ضمن النقاط اللي طلعت في الخبر اللي نشروه في سبا نيوز انهم ناقشوا قضية الطلاب في المبتعثين. نشتي نعرف الطلاب الان قادمين على تصعيد، بكرة بنواجه الطلاب بيقول السفارة، نشتي نعرف ايش اللي صار بالضبط. فالنتيجة القرار اللي اتخذ امام مجلس الوزراء تشكيل لجان لثلاث دول للصرف السريع للمستحقات المالية. اول دولة طبعا هي ماليزيا، على اعتبار مشكلتها اصلا اكثر من اي مشكلة ثانية. الربع الثالث الناس قد استلمت، ماليزيا ما استلمت، فبالتالي شكلت لجنة، واللجنة برئاسة وزير التعليم العالي نفسه واثنين من 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 وزارة المالية. ايش مهمتها يا رئيس الوزراء، يا دولة رئيس الوزراء؟ على بتدرس ولا على بتتأكد؟ قال لا، هذه للصرف. خلال كم؟ خلال اسبوع. هذا الكلام انا اجيب لكم اياه مثل ما سمعته بالضبط. اتصلت على وزير الخارجية، يا معالي الوزير الموضوع كذا كذا، وزير الخارجية كان قبل اصلا، قال نفس الكلام. اكد لي يا الدكتور احمد بن دغر نفسه الموضوع كالتالي، انه هذه اللجنة الخاصة بماليزيا للصرف مستحقات الطلاب كأول دولة. كم تشتي عشان نكون واضحين مع الناس؟ اسبوع. اسبوع هذا اللي يعطي لنا. يعلن اتحاد طلاب اليمن في ماليزيا بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج المرحلة الثانية من التصعيد، والتي تم تدشينها اليوم بانتقال الاعتصام من مبنى الملحقية الثقافية إلى مبنى السفارة اليمنية في كوالالمبور. هذا التصعيد يأتي في ظل سياق الوعودات المتتالية التي لم تجد طريقها إلى النجاح، وسيستمر التصعيد لينتقل إلى المراحل المتتابعة حتى تصل مستحقات الطلاب كاملة غير منقوصة.